إذا أردت أن تسدد سهماً أو خنجراً أو مدية، عليك أن تركز كل ذهنك في أذنك وكل أذنك في عينك. فالرامي المجيد تتوحد ضربات نبضه ونفسه عند التسديد، وأن يرى الهدف الكبير صغيراً ويرى الصغير كبيراً. هكذا. أما في مجال الصيد، فكلما كان الميدان أوسع وأكبر، كلما كان اصطياد الطريدة أسهل. فالصائد البارع لا يحصر نفسه في محدودة ضيقة، فيكون حينئذ هو الصيد نفسه. أفهمت؟ أجل، فالسرداب والدهليز والزقاق وأمثالها لا تصلح أن تكون ملاجئ للتخفي. فعمر بن سعد والشمر وخولي لو لم يقبعوا في الجحور كالفئران لكانوا اليوم على قيد الحياة، كما نحن نتمتع بالعيش ونضحك على لحى المختار وشرطته. كف عن الضحك يا فتاح. قلة الضحك تزيد من هيبة الصياد. خذ، أريد أن أرى تسديدا جيدا أتمتع به. أنت واقف أمام الهدف يا سيدي. اضرب، فالهدف الجامد ليس تمرنا بل مزاحا. اضرب. وقوفك أمام الهدف يجعل يداي ترتجفان. ماذا كان الدرس الثالث؟ الصياد إذا خاف من صيده إذن فهو المغلوب. أحسنت. الخوف من الصيد يعني الهلاك، فالجندي الذي يخاف من الحرب يخسرها. اضرب. كيف كان التسديد؟ كنت أعلم أنك تنجح فيها. مرحبا. خذ موقعا، تخفى. لا ترمي يا حرملة، أنا حرقوس. حرقوس؟ ما هي الأخبار؟ لقد ظهر خصمك اللدود. هو واقف الآن على الساحل المقابل من النهر، ويبدو أنه قد عثر على أثرنا، وهو مصر على صيدك حتى الموت، وقد أقسم بألا يعود إلى المختار بدون رأسك. ما كل ما يتمنى المرء يناله، ولكن تعجبني سماجة هذا الإنسان اللجوج. بعد قتله الشمر يكاد يطير من الغرور. ألا تريد أن تقص جناحي؟ تمهل، سأجعله إذا سمع باسمي حرملة ترتجف فرائصه. نحن نحيط بمخبأ حرملة. قد يستطيع من لديه شامة حادة أن يحس بوجوده. لا طريق لفرار حرملة من طوق حصارنا المحيط به غير هذا الممر. رزاق، أنت وجماعتك اكمنوا بين النخيل، وأنت يا كثير احرس هذا الجانب. شبير، عليك بهذا الاتجاه. يزدان، أنا وأنت وباقي الجماعة نهاجم معقل حرملة، ولا يبقى سوى الممر المائي، وحرملة سيضطر للخوض في ماء النهر فيقع في الفخ، وحينئذ سيسهل علينا اصطياده. رزاق، كثير، شبير، سوف لن أغفر لكم إذا تمكن حرملة من الفرار. كونوا على غاية من الحذر. كن واثقا أيها القائد، إذا رأيت أثر فرار لحرملة من جانب موقعي فاقطع عنقي. لا تقلق يا أمير،
لن نغفل عن حركة نملة ولا عصفور. فماذا عن دب مثل حرملة؟ ما هذا المكان؟ هذه غابة نمر الكوفة، حرملة بن كاهل الأسدي، بطل الرماية الذي يلصق بسهمه الأذن إلى الأنف. وصدقني لم يلد الدهر مثيله. لا تثرثر كثيرا، أجبني فورا، كم شخصا أنت؟ أنا بعدد أفراد العدو أتزايد وأتناقص في أن واحد. إذا كان العدو واحدا فأنا واحد، وإن كان أكثر فأنا أكثر، وأنا دائما هكذا. إذا حصرت من كل جانب فماذا تفعل؟ أكمن بين الألف مهاجم وأدور حول نفسي وأرمي وأرمي. فأجعل العدو حائرا لا يعلم من أين أتته السهام. وإذا أخذ العدو يرتجز فبماذا تجيبه؟ سأغير صوتي له. ابقوا في مكانكم وماطلوا حتى يصل العدو إلينا. أسرع يا حرملة، أسرع. حرقوس، الصياد البارع لن يعجل في أمره أبدا. فتاح، أنت تلميذي، وكيان مع كل جبروته لا يساوي إصبعا منك، بشرط أن تعمل طبقا لما اتفقنا عليه. أنا ذاهب كي أسدد الضربة لهذا الأجير، وأنت يا فتاح كن حذرا، وعليك أن تراقب جيدا. كن مطمئن البال يا سيدي، فأنا أعرف ما علي فعله. فتاح، الجندي الذي يخطئ في ميدان القتال لن يعود خطأه. لماذا؟ لأنه فقد رأسه. أحسنت، كن حذرا. يزدان، من هنا فصاعدا استتروا بالقصب لتتخفوا وتحافظوا على أنفسكم من السهام. ألا يحسن بنا أن نذهب عن طريق النهر؟ طريق الماء مسدود. هذا البطل كيان المغرور يتخيل أنه يستطيع أن يصيد الحوت في المياه العربية. سأريك من هو حرملة. لو تحققت أمنيتنا لكنا اليوم في قصر آمالنا نسرح ونمرح ونلهو كما نشاء. تتمنى أن يكون لدينا بساط النبي سليمان كي نجلس فيه ونحلق فوق السطوح ونذهب حيثما شئنا. هل بساط النبي سليمان كان حقيقة؟ أنا لا أعلم إن كان حقيقة أم كذبا، لكنني أعلم جيدا أن جهل الجماعة حقيقة. حسنا يا حرملة، عرفنا أنك علمت بوجودي. كف عن النهيق ودعنا نسمع بعضنا. أنا
كيان الفارسي، أو كما تسمونني كيسان أبا عمرة. ذكاؤك يثير الدهشة يا حرملة، لكن لعبة القط والفأر هذه إلى متى؟ هل سمعت حتى الآن أن أحداً استطاع الفرار من يد عزرائيل؟ أنت لا حيلة لك إلا الاستسلام، واعلم أنني لست بتاركك يا حرملة. شرفي معقود على القضاء عليك. كن رجلاً شجاعاً وابرز إلى الميدان يا حرملة. ألم تدعي أنك الرامي الأوحد عند العرب؟ أظهر نفسك وقابلني وأرني مهارتك. أنا أيضاً من نسل البطل الأسطوري أراش. دعنا نتبادل سهمين، إما أن تصيدني وإما أن أصيدك. النسم قاتل الشمر يخيف الجبناء الرعاع وليس الشجعان الأقوياء، لأنني أنا حرملة، حرملة. لأجعلنك يا كيان يا أبا عمرة أضحوكة للناس، فإن لم تتوقف عن متابعتي وتعقيبي لأكوينك بسهم تبقى ناره تلسع في قلبك ما دمت حيا. أنا ما جئت إلى هنا إلا بهدف أن أحس بنار سهامك، لكنني أعلم أنك لا تعرف من الشجاعة والمروة شيئا. أما أنتم أيها الذين وقفتم إلى جانب حرملة ابن كاهل، أحذركم اتركوا هذا الوحش القاتل للأطفال، فمن يبقى منكم معه فهو شريك في جرائمه ومهدور الدم. وها أنا قد أدممت عليكم الحجة حتى لا تبقى لكم حجة في محكمة المختار غدا. هاجم بحذر يا يزدان، أريد حرملة حيا لا ميتة. انسحبوا انسحبوا. انتبهوا، العدو في كل مكان. انسحبوا في الحال، احملوا الجريحين. هل تلعب بالنار يا كيان؟ يزدان، احمونا من الخلف ومن الأمام، سنحمل بنصف قوتنا. لماذا لا نحمل بكل قوانا يا أمير؟ الوقت ضيق يا يزدان، أخشى أن يفلت هذا الوحش من أيدينا. أسرعوا. عفوا منك يا أمير، اكظم غيظك يا رجل. هذا الاستتار من أجل ألا يعلم بنا حرملة لكي نباغته، أما الآن وقد علم بنا فلما هذا الاستتار وحمل هذا القصب الذي أثقل كواهلنا؟ يمنعنا من القيام بالحماية من الخلف والأمام، فهذا القصب يحد من هجومنا، فالأفضل أن نتخلص منه. اعمل بما تراه صوابا، ولكن أسرع بالتنفيذ، علينا أن نقضي على هذا الوحش الكاسر اليوم. حاضر يا أمير. نعم، انزل تعال فورا. ألا نحارب؟ أمستعجل الموت أنت؟ كان علينا أن نستوقفهم ريثما يهرب حرملة، ولا شك أنه قد هرب من الحصار. علينا الفرار. الفرار؟
هيا انزل كي أحكي لك الموضوع. ما أجمل التسديد من العالي، سيأتون إلينا مرة أخرى. حسنا ليأتوا، نحن لا ناقة لنا فيها ولا جمل. يأتون إلى حرملة ولا شأن لهم بنا ولا نحن. تعال يا ولد. ما هي الأخبار؟ أمن وأمان، فتحت لكم الطريق، هيا اذهبوا الآن بأمن وسلام. قائدكم سباح ماهر وبارع، سمعت أنه غواص أيضا. أجل وهو عازم على أن يصيدك في النهر. يبدو أنه لا يعرف خطورة كواسج الشط. خذ. شكرا جزيلا لك. لا تنسى موعدنا هذه الليلة. إن أرواحنا فداك، أنا سأكون دائما في الخدمة. هذه ستكون ليلة لا تنسى. أين هو سيدك أيها الحقير؟ لقد هرب يا سيدي بعد ذهابكم. أيها الحقير المخادع، ما هذا الكذب الظاهر؟ كيف هرب وقد أحكمنا الطوق عليه؟ هل لديه سحر؟ كنت قد وضعت تحت كل نخلة رجلا، كيف هرب ولم يره أحد؟ ماذا أقول أيها القائد؟ أنت تعرف حرملة جيدا، فهو جني بهيئة آدمي. إذا لم تعترف فسأقطع لسانك وأطعمه للكلاب. أين يختفي حرملة؟ أنت حاكم قوي وقادر على فرض قوتك. أيها القائد، حرملة ذو جثة عظيمة كالثور وليس نملة كي أخفيه تحت ظفري. أيها القائد، أقسم بالله إن حرملة قد هرب، كيف لم يره رجالك؟ هذا هو اللغز العجيب يا أيها القائد. هل أنت خادم حرملة؟ أجل أيها القائد. لماذا قيدتما نفسيكما؟ قيدنا حرملة لكي لا نستطيع الهرب. لماذا لم تهرب مع حرملة؟ حرملة جعل منا طعما كي يستطيع هو الفرار.
أخبرني ما عددهم. حرملة وحركوس. حرملة كان يرمي من هنا وحرقوس من أعلى تلك النخلة. كنا محيطين بالمكان من كل جانب، فإذا كان حرملة قد هرب بعد وصولنا إلى هذا المكان فمن المحال أن لا يراه رجالنا. والسهام التي أتتنا من فعل هذين الحقيرين. هذا الحقير ذكي جدا، ولكن يمكن إرغامه على الاعتراف. لنأخذ هذين معنا. كل هذه القوة وكل هذه الاستعدادات من أجل إلقاء القبض على عبد أسود وغلام مراهق. إذا سمع المختار بهذا الخبر، بأي وجه تقابله يا كيان؟ يزدان. أجل أيها القائد. خذوا هذين إلى الأمير واشرحوا له مجريات الأحداث بالتفصيل. وأنت ألا تمضي؟ لا. لماذا يا أمير؟ بأي وجه أنظر في عيني الأمير؟ لماذا أنت خجل أيها القائد؟ أنت لم تلتقي أبدا بحرملة، وكان الميدان واسعا فهرب. ثم إننا لم نرجع خالي الوفاض. لعل خادم حرملة يوصلنا إلى حرملة لنصيده كما كان خادم الشمر. أنا شخصيا تطوعت لاصطياد حرملة وطلبت مهلة يومين أو ثلاثة أيام، وقد مر أكثر من 10 أيام. أحس أن هناك عيبا ما في عملنا. أنت لم تقصر في خدمتك يا أمير، ووضع الشروط على خدمتك ليس من الإنصاف أبدا، وتستطيع أن تدافع عن حقك مرفوع الرأس. لم يجحد حقي أحد حتى الآن يزدان، وقد أكون أنا الذي جحدت حقي، وضميري هو الذي يحاسبني على هذه الإخفاقات، ولذلك أنا بحاجة لأختلي بنفسي. وداعا يا يزدان. لا تذهب يا أمير، أرجوك لا تذهب وحيدا، فحرملة هو شخص مخادع وخطر، ولعله قد كمن لك وقد يصيبك من الخلف. أرجو أن يكون حدسك صائبا يا يزدان. لعله بهروبه السحري المتواصل هذا يريد أن يصطادني وحيدا، وليته يفعل ذلك يا صديقي. لماذا لم يأتي كيان معكم؟ إنه خاجل يا أمير، لم يكن يظن أنه سيفشل في حربه على حرملة. هل عرفت أين ذهب؟ وما هو قصده؟ لم أستطع أن أعرف منه شيئا، ولم ينبث ببنت شفا. كان يتصارع مع نفسه وأنا خائف عليه، وحرملة يبحث عن هذه الفرصة ليوقع به. اذهبوا متنكرين بزي العامة، ثم راقبوا كيان عن بعد. ابن كامل، احبس هذا الحقير وأطلق سراح ابنه. أرجوك يا أمير، أقبل رجليك، ارحموا هذا الطفل البريء،
فهو يتيم الأم. أقسم بالله أنا لا ذنب لي. أنت بريء أيها الحقير، أنت تساعد وحشا سفاحا قتل طفلا رضيعا في الشهر السادس من عمره، وذلك الطفل كان عطشانا وكان والده يطلب له جرعة ماء. ألا لعنة الله على حرملة اللعين؟ أنا كنت خادمه يا أمير، ولا حيلة لي غير الإطاعة. أقسم بروح رسول الله، لولا هذا الطفل لمزقت حلقوم حرملة. تبا لكم، تبا لكم، بحجة الزوجة والأولاد والفقر ولقمة العيش تبيعون الحمية والمروءة. خذوه من أمامي. أيها الأمير، أنا سمعت الكثير عن فتوتك ومروءتك وكرمك، لا بأس احبسوني، ولكن لا تفرقوني عن هذا الطفل، فهو ليس له غيري، سيضيع من دوني صدقني. كفى. ابن كامل، خذوه ومعه ابنه إلى السجن حتى يحقق في جرائمه ويحاكم. يبدو أن عفريت السلطة أخذ يستعرض جماله الأخاذ، وأنا قد أحسست أنه بدأ يتغزل بنا ويمدحنا ليغرينا. في ذلك اليوم الذي جاء كيان حاملا رأس الشمر، لمحت في عينيه بريقا أخافني كثيرا. الأنانية آفة الإيمان يا أبا إسحاق، ما كنت لأفكر أن كيان يستسلم يوما من الأيام لعفريت السلطة حتى يغويه، ولكن عندما سمعت من يزدان أنه أخذ يتصارع في داخله زال خوفي، فاعتزاله لنا وطلبه الخلوة يدلان على أنه يريد أن يتخلص من الريبة. نجاه الله تعالى، فكيان جدير برحمة ربه. آمين. ماذا نفعل مع حرملة يا أبا إسحاق؟ كما كان من قبل، أنت مأمور بسحق هذا الوحش المجرم. وضع كيان تحت الرعاية الكاملة كي لا يظن أننا قطعنا الرجاء عنه. توكل على الله يا ابن كامل، واعتمد علي عند الحاجة الملحة. التوبة من الكبر، التوبة من الغرور، التوبة من الحسد. إلهي، إني مقر بخطئي، أنا الذي أردت مصادرة النصر في القيام لنفسي، وهو فشلي قد فضحني أمام حرملة. إلهي، أنت الرحمن الرحيم، يا أرحم الراحمين، أعف عن هذا العبد الحقير واغفر خطاياه. قف أيها القادم، ارفع لثامك عن وجهك. أنا معذور يا أخي، لا أستطيع. يا للعجب، كلمة سر الليل؟ كلمة سر الليل؟ ما هي يا أخي؟ كلمة سر الليل تميز أبناء الدولة، ومن لا يعرف كلمة السر فهو غريب عليهم. كلمة سر الليل سواد الليل. كلمة السر سواد الليل، لون الليل لا سر الليل. أمط لثامك عن وجهك قبل أن أقتلك. أنا معذور يا أخي، أنا مصاب بداء عضال معدن، وأخشى لا سمح الله إذا ما أمطت لثامي أن ينتقل إليكم. إذن صار جرمك مضاعفا أيها البائس، تحمل معك عاهة معدية وتظهر علنا بين الناس لتنقل إليهم العدوى أيها الغريب.
لا وحقك، كنت في أوائل الليل مغموما مهموما يائسا، فذهبت إلى المسجد كي أطلب الشفاء من ربي، فوضعت جبهتي على الأرض ساجدا فأغمي علي، وما استيقظت إلا على صوت خادم المسجد، وإذا بالليل قد رفع أستاره والفجر قريب. أنت رجل أحمق، لعلك سمعت بأن المختار أمير الكوفة وشعار حب علي يفك الطلاسم فسطرت لنا هذه القصة كي تسرنا بها، أليس كذلك؟ ها؟ أنا لا أعرف ماذا تقصد، أي قصة تعني؟ أيها الأحمق، ذلك الرجل الذي كان يسجد فيغمى عليه وكانوا يخرجون السهام من جسمه ولم يحس بها، هو علي بن أبي طالب. أجل هكذا، ولكن ما علاقة هذا بما قلته؟ ستعرف العلاقة قريبا، ألقوا القبض عليه. تحرك. بأي جرم يا أخي؟ هيا تحرك. هذه الأيام قتلة الإمام الحسين يظهرون في هيئة محبي الإمام علي كي يخدعوا رجال القانون بلطائف الحيل، ولا شك أنك أحد تلك الحيوانات المجرمة، خذوه إلى السجن. ناشدتك الله يا أخي، لا تحبسوني فإنني سأموت، أسألكم الرحمة لا تقتلوني. تضرعك وإصرارك يدلان على أنك مذنب، أما الحبس فلا خوف فيه، إذا كنت بريئا فستخرج. حتى تتحقق براءتي أكون قد أبليت سبعة أكفان، ارحمني أيها القائد، إذا كان ذنبي هو اختراق أحكام منع التجوال فأنا أدفع غرامته، أنا لست فقيرا أيها الحارس. أليست مسروقة؟ لا وحق ربك الذي تعبده، حلال طاهر يا أخي. كم ستدفع؟ كم تريد مني؟ ألم تقل إنك متمكن والحمد لله؟ أنت وكرمك، كلما أكثرت كان أفضل، نحن أيضا لدينا عوائل، وكما ترى نحن واقفون طوال الليل ساهرين على راحة الناس وأمنهم، ما تجد به تجده عند الله. تبا لكم على هذه الخيانة الوقحة وعلى هذا الجشع والطمع، وهل هكذا تحفظون الأمانة؟ تبا لكم، أنا كيسان أبو عمرو. الآن عرفت كيف يستطيع المجرمون أمثال حرملة أن يتجولوا في الكوفة ويصولوا، ما دامت الشرطة مرتشية فأمثال حرملة لا خوف عليه. عفوك يا أمير، عفوك يا أمير، ارحمني يا أمير، ارحمني، ارحمني. أيها المتسكع قف مكانك. أنا لست متسكعا أيها الحارس، أنا قائدك، اسمي كيان، الملقب بكيسان أبي عمرو. أيها البائس، كيان أبو عمرو كما هو دأبه دائما يكون قد عاد قبل ساعة إلى بيته، ولابد أنه نائم الآن ويحلم بقتل حرملة. قل لي من أنت وماذا تفعل في هذا الوقت. صبرك اللهم. شيرين، Thank you.
قتل الشرير وسنان قد غرك بنفسك، فأردت أن تكون فارس الميدان الأوحد بقتل حرملة. حسناً، هذه غرامة غرورك. حرملة لا يقول جزافاً ولا يرتجز كذباً، كنت قد أبلغتك. إن لم تكف عن ملاحقتي سأذكرك بأهل بيتك. واعلم يا ذبابة الإسطبل، إذا أردت أن تبقى تطنطن وتذكر اسم حرملة فلا ضير، فإني ملحقك بأهل بيتك. أيها الفارسي شيرين، شيرين حيدر الدين، أنتما محية شكوتي وغروري. اللعنة علي، اللعنة علي، تبا لي. يا الله 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 يا الله. حزينة ثكلى، لقد أصابها أشقى الأشقياء الوحش السفاح في صميم قلبها. اليوم يقدم القيام طفله البريء قربانا ليكون دمه الزكي ضمانا لدوامه. اليوم بنت القيام، السيدة العفيفة، الوفية الحرة، رفرفت فتناثرت أوراقا على الأرض تسقيها دماؤها الزكية الطاهرة. واعلموا جيدا، واعلموا جيدا أن العدالة ثمرة هذه الدماء. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. أيها الأمير، تحدث إلى كيان لعله يخرج من هذه الخلوة. كيان بحاجة إلى خلوة لبعض الوقت أيها القائد يزدان، راقبوه جيدا. أخشى أن يصاب بالجنون نتيجة هذه الغيبوبة. لا تخف يا يزدان، في مبدأ الإمام الحسين الصبر على المصيبة يعادل أجر الجهاد. كيان مريد الإمام الحسين. أمثال الشمر وخولي وحرملة ومن كان معهم أنهم لم ولن يستطيعوا أن يزلزلوا هذا القيام القائم على الحق، ولن يقدروا أن يزعزعون عن عقيدتنا بقيامنا. فنحن لا نريد من القيام لقمة عيش،
أو بناء بيت ولسنا طامعين بالغنائم. إنما القيام هو الذي يؤمن لنا العدل والأمان. السلام على أمير المستضعفين والفقراء والمساكين وأبناء السبيل. حقا إن أميرا مثلك جدير بأن يقاتل في ركابه رجال مثلنا. لابد لهذه الديباجة المرتجلة من سبب. هات ما عندك أيها البطل. اللعين حرملة قد بات على شفا حفرة من الموت يا أبا إسحاق. إذن حرملة لا يزال حيا. دماء حيدرة الصغير وأمه شيرين قد أخذت بخناق حرملة فشلت طيرانه وروغانه. ذلك العفريت الذي كان يغيب في طرفة عين هو الآن كالحشرة الصغيرة في شبكة العنكبوت يدق بيديه ورجليه، وقد أصيب بالوهم الآن، فهو يظن أنه قد قتل المختار. مرني كي آتيك برأسه في الحال. قتل حرملة من تكليفنا ومن واجبك أنت، فلما الإذن؟ أنا وكيان كنا قد جربنا حظنا فلم نفلح أبدا كما تعلم، فحرملة هذا صيد كبير يتطلب صيادا أكبر، ومن أحق من المختار بهذه المهمة؟ مع أن قتل حرملة هذا كان من ألذ الأحلام لي، لكن فتح مثل هذا لا يليق إلا بحامل لواء يا لثارات الحسين. إلي بلامة حربي وعدتي. انزواء كيسان أبي عمرو في بيته قد كسر جناح المختار. أبو عمرو كانت الدعامة التي يتكئ عليها المختار، وقد هوت فهوى المختار معها. أتريدون أن أكمل سرور مجلسكم بخبر بكر صار؟ ما الذي تنتظره؟ لقد سددت فجر اليوم سهما قاتلا للمختار، ألصق أذنه بأنفه، وسنرى ماذا سيحصل. حقا؟ وحقك، ولا أظنه ينجو من ذلك السهم. إذن لماذا لم يعلنوا عن ذلك شيئا؟ إذا شاع الخبر في المدينة ستتناثر أشلاء دولتهم. والآن من يجلس على عرش حكم العراق ليس المختار بل فزاعته. أواثق أنك لم تحلم البارحة؟ أنا دائما أعيش بأحلامي يا صديقي. إذن لنشرب نخب عزاء أمير الأعاجم. اشرب يا حرملة اشرب. أنا سكران بلا شرب. في ساحة الصيد الصياد البارع والماهر لا يبيع ماء وجهه بقدح من الشراب. هل تريد أن يطيش سهمي ليضحك الصيد علي؟ أشتم شيئا؟ Thank you.
قبيش، ما الخبر؟ أمن وأمان، كأن الطيور أحست بالصقر يحوم حولها. لقد رأت حرملة يا قبيش. أصبت قبيش يا حرملة. وقعنا في الفخ. حرملة، هذه آخر أنفاس تلفظها، ولا منفذ للفرار غير أن تتبخر أو تتصاعد دخانا إلى السماء. أوصي وصيتك، فالمختار قد جاءك بنفسه ليقطع أنفاسك النتنة. فإذا كنت تدعي شجاعة قف في مكانك ودافع عن نفسك واختر السلاح الذي تحارب به. بأي سلاح يحب المختار أن أقبض روحه؟ بالقوس والنبل أم بالخنجر؟ أنت بقوسك الواهن وسهامك اللعينة لا تستطيع أبداً إلا قتل الأطفال الرضع. لعل الخنجر ينفعك اليوم أيها البائس. خنجر لك وخنجر للأمير المختار. العجب، السلطان المختار في الميدان. ما كنت أحسب أنك تستطيع ترك عرش السلطنة لتأتي إلى الميدان. واشترطت شروط البطولة للمناجزة والمباراة. خنجر لك وخنجر لي. الآن وقد أقمت لنفسك دولة وتاجاً وعرشاً باسمي المطالبة بدم الحسين، من الندم ألا تسمع ماذا رأى الحسين يوم عاشوراء. وحسبك ما فعلته أنا به، فاسمع ذلك قبل أن تموت عندما استولى. العطش على معسكر الحسين بأكمله، دخل بطفله وكان له 6 أشهر، فرفع الطفل على رأسه ونادى ونادى ونادى. السهم الثالث، السهم الثالث، سددته عندما رفع الحسين ثوبه ليمسح الدم عن جبهته، فوقع في لبة صدره. بابا
اقطع صوتك أيها اللعين! ماذا جرى يا دمى؟ كيف حال كيان؟ فاجعة كيان مهولة، ولا تتوقع أن يتخلص منها في القريب العاجل. كيان ليس طفلا يا دمى، لقد أمضى عمرا في الجهاد وذاق مرارة الحياة وحلاوتها، ومن أحس بمصائب عاشوراء قادر على تحمل هذه المصائب. يحتاج إلى وقت، علينا أن نصبر عليه قليلا يا ولدي لكي تخف وطأة المصيبة عليه. مختار، إن كيانك العزيز قد استقال. أهلا وسهلا يا أمير. عافاك الله وخفف من محنتك. إن نهج الإمام علي مستمر، أكن في ركبه أم لم نكن؟ إلى متى تبقى بعيداً في بيت أحزانك ونحن مشتاقون إليك؟ لا أعلم يا مختار، أنا لم أكن زوجاً صالحاً لشيرين ولا أباً حنوناً لحيدر. إنما وقع على أسرتك أيها الصديق الوفي قياساً بما وقع على إمامنا الحسين المظلوم وأسرته قطرة ببحر. في هذا الطريق يا كيان، من كان أكثر قرباً كان أكثر ابتلاءً، ومن كان أعلى كان أوفى تهشماً. اكتب إلى الخليفة الزبيري أن كل أوامره مطاعة، وقد سمعنا أن بني أمية سيهاجمون الحجاز، ولأن الدفاع عن بيت الله الحرام واجب على كل مسلم، فنحن نعلن استعدادنا لأي مساعدة يحتاج إليها الخليفة، وأن جيش الله جاهز للجهاد. إذا كان المختار يدعي أنه طوع إرادتنا، إذن عليه أن يسلم لك الكوفة. وإذا لم يسلمها؟ حسناً، جهز بهذا الذهب جيشاً وخلصنا من شره. إياك أن تتخيل كابوس ذلك الجمل، فقد تنقلب حالي من سماعه يا أمير. لا ينفك كابوس بن الأشتر، يلاحقني ويسيطر على أفكاري. إن المختار الوحش الهائج سرق النوم من عيني. منذ ذلك اليوم المشؤوم الذي أمرني فيه يزيد بأن أطلق سراحه من ذلك السجن، كنت أعلم أنني سأدفع غرامة ذلك الخطأ يوماً ما،